الشامخ الوافي وهو شيخنا نحبه نفاخر به الازمان. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمه نبدأ وبه نستعين، ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة فسلاما من الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدين الكرام، نجدد التحية لكم في صباح هذا اليوم بميدان الساد، يوم الحول والزمول والخمسة كيلو مترات. بسم الله وعلى بركة الله، تعلن انطلاقة أول أشواط الحول المحليات الأصايل لمسافة الخمسة كيلو مترات. تمنياتنا بالتوفيق للجميع بإذن الله تعالى. أول الأشواط أعلنت انطلاقته بداية هذا الموسم وأول مركاض هذا الموسم للحول. تعلن الانطلاقة ونسير إلى الصدارة ونتابع لقادة المسيرة. هذه أمامكم المسك صالح بن محمد بن حربي العامري، استفتحت إذاعة الشوط وانطلقت إلى المركز الأول، تليها المركز الثاني حلم، وحلم تعود الملكية لناصر بن علي بن حمد النعيمي، تأتي في المركز الثاني نقلة إلى المركز الثالث. المركز الثالث وصل الطاعة، مرحبا بطاعة وبشعارها وبمالكها ومضمرها، وتصل طاعة لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. تنطلق هذه المحلية الأصيلة إلى المركز الثالث. أما في المركز الرابع، المركز الرابع تتقدم مشاهدينا الكرام لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصول من العزوم، العزوم سالم بن فاضل القتبي ياتينا بالعزوم إلى المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس الوصول مشاهدينا الكرام من محكومة، وتعود ملكية محكومة لسهيل بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، خذت المركز السادس. أما في المركز السابع، المركز السابع تتقدم طيف، وطيف تعود الملكية أيضا أول هذه رقم تسعة أفاغ لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، وصلت وخذت المركز السابع. المركز الثامن هذه غنايم أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، من يأتينا بغنايم، تليها المركز التاسع الوصول في هذه اللحظات. ونختم الندى مع هذه المحلية الأصيلة فرحة، سعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم القتبي. هكذا ندانا للأسماء المشاركة في هذا الشوط، ونعود وياكم إلى المقدمة ونتابع المنافسة الحاضرة ما بين المحليات الأصايل. أول أشواط الحول المحليات الأصايل، لمن بيسجل الحضور، من بيسجل الافتتاح في صباح هذا اليوم بميدان الساد. يا سلام، الحول المحليات الأصايل غير، أول الظهور لهذا الموسم لهذه الذلل المحليات الأصيلة. وهذه المسك قايد للمسيرة صالح، وصالح بن محمد بن حربي العامري متصدر القيادة، طاعة في المركز الثاني، وطاعة لأحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. صالت وجالت بالإنجازات المميزة تظهر بداية هذا الموسم، وتنطلق إلى المركز الثاني رافع راية الخطورة وهي مميزة للغاية. المركز الثالث وصل بن عويضان على المركز الثالث والرابع، مرحبا بشعار بن عويضان لأول مرة يزور ميدان الساد. هذا الشعار محمد بن سهيل بن عويضان العامري بقيادة أحمد بن راشد الغيلاني أحد الشباب الطامحين في الظهور المميز، يأتي للمركز الثاني وإلى المركز الثالث، ويتقدم بمكرمة وبيفاغ إلى الثالث والرابع. أما في المركز الخامس من اللي واصله مشاهدين الكرام
لأحمد بن سعيد بن أحمد الرميثي ماخذ لها المركز الخامس والمركز السادس. وصلت غنايم، وصلت غنايم تبحث عن الغنايم. أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي النعيمي يغترب، النعيمي يغترب بحلم. ناصر، ناصر بن علي بن حمد النعيمي من ياتي بحلم إلى المركز، إلى المركز السادس. بنعود إلى مقدمة الشوط يا أبو عمران، لحقنا بطاقه واللي بجوار طاقة. المنفردات منذ بداية الشوط، بن حربي هو القايد للمسيرة، بن حربي متصدر القيادة 3 كيلومترات ومتزعمها الأمور. المسك قايدة للمسيرة، كملت الثلاثة ودخلت في 2 كيلومتر الأخيرة بقيادة المسك، والمسك يعود الملكية لصالح بن محمد بن حربي. هو من يقدم المسك، من يسيطر بالمسك. طاعه يا طاعه في المركز الثاني احمد بن حمد بن مبارك الشامسي. وصلكم بن عويضان، وصل بن عويضان، ووصلت مشاهدي الكرام. افاق 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 ومكرمه، افاق ومكرمه. محمد بن سهيل بن عويضان العامري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. المركز الخامس تتقدم غنايم، غنايم احمد بن حمد بن مبارك الشامسي. يا هل ترى، يا هل ترى السلام يغادر الى اهالي القبيب، ام يكون ثابت في الساد، ام يكون ثابت في الساد الى طريق المسك، الى طريق المسك، ام يكون كلامه خل الشامسي. مالك، مالك طاعه، مالك طاعه. والله تعرف المحك زين، تعرف المعارك في الرموز، وتعرف ايضا السيارات. ها هي طاعه حاضره ومزينه الميدان. احمد بن حمد بن مبارك الشامسي يتقدم الى المركز الثاني 1200 متر. تحركت طاع افاق، مكرمه 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 مكرمه. يا سلام يا سلام يا سلام. او افاق محمد بن سهيل بن عويضان العامري بدت توشوش على الشوط، بدت تزيد السرعه. الله يا بن حربي، يا بن حربي، يا بن حربي، ما فيك حيله يا ابو محمد. صالح بن محمد بن حربي العامري هو المسيطر بالمسك، مسيطر بالمسك. راح الكثير وتبقى القليل. يا بن حربي يا سلام، يا هذا الرقص، يا هذا الرقص المميز، يا هذا الرقص المميز من الحول المحليات الأصايل. أشوف الشامسي، أشوف الشامسي بدأ يدخل بورقة جديدة، بدأ يظهر بورقة جديدة اللي هي غنايم. غنايم ظهر طاعة، ظهر طاعة وحرك غنايم وانطلق بغنايم كي يثبت الوجود بأول الأشواط. لكن بن حربي، بن حربي المحارب هو المسيطر بالمسك. صالح بن محمد بن حربي يقترب، يقترب من الافتتاح، يقترب من الافتتاح. غنايم، غنايم ترفع راية الخطورة، ترفع راية الخطورة. أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، الله 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 الله، يا سلام. المسك غنايم، المسك تغترب. غنايم، غنايم طاعة، طاعة ما ترضى بالهزيمة، طاعة ما ترضى بالهزيمة. تتقدم إلى المركز الثالث أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. لكن انطلقت المسك عند 200 متر الأخيرة. المسك، المسك، المسك عندها الافتتاح. بن حربي، بن حربي يسيطر السيطرة التامة. تهانينا والناموس لصالح بن محمد بن حربي. تهانينا، تهانينا يا المحارب على هذا الفوز. تصل طاعة وعصا تامنة في بطانها. في المركز الثاني أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، غنايم. في المركز الثالث أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع لمحمد بن سهيل بن عويضان. الخامس لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. التوغي 8:13 والمسك تنتزع المركز الأول. صالح بن محمد بن حربي العامري هو مع الافتتاح. تهانينا يا المحارب على هذا الفوز، على هذا الإنجاز المميز.